أما صلاة الانتظار في مطار بغداد تخلو من شاشات عرض لبيان الرحلات المغادرة، حيث يعاني المسافرون وكذلك ذوو الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم والعمي من عدم وجود شاشات دلالية لتنبيه المسافرين بالوقت الذي تمتلئ به صالة المطار بشاشات دعائية وتجارية. دعونا نتابع. سمعت؟ لا ما سمعت. وين رايحين ذولا؟ طيارة؟ سمعت؟ مشكلة لا. مشكلة. يعني سمعتي؟ هذا حقه وين؟ سمعت؟ حقه وين؟ حقه وين؟ احكينا استاذ هاشم. مو هي مشكلة، هذا هسه حقوق الأشخاص ذول العقد السمعية، شنو حقهم؟ وين راح؟ يعني هسه هذا الطيارة ما تراحت، زين هو قاعد ودا ينتظر طيارة نيودلهي، طيارة راح البصرة، طيارة راح الأربيل، ما أدري. يعني غير على الاقل فد سيجنال موجوده هنا فد اشاره دعايات الشركات التجاريه الربحيه. نعم. هاي باموال. نعم. خلي لازم واحد. ساين فد علامات او شاشه تلفزيونيه تكون للاشخاص الصم. اي بالضبط، هو هذا اللي نقول عليه. هاي مشكله. انتم راحت الطياره مالتك؟ راحت الطياره. ابقوا طيارة. يعني نادوا على طيارتك انت ما تدري. ما يدري يعني فاتت الطياره وما يدري ان اصم. ما يدري. ايه لازم شاشة تلفزيون مترجم إشارة. نعم نعم. يعني هذا النداء إلى وزير النقل، إلى سيد وزير النقل، إنه موضوع إحنا مثل ما طلبنا أكثر من مرة إنه يجب أن تكون هناك ميسرات إشارة الصم، ترتيباتي هاي ترتيبات تسيرية معقولة. هي هذه اللي نتكلم عليها، ترتيبات المطار. طيارة ما سمعت النداء، أنا قاعد صافي ما أدري. شفت الناس قبوا وقاموا من كراسيهم، قاموا الناس ذول القاعدين قاموا وأنا ظليت قاعد بمكاني ما أدري شنو السالفة. إذن الموضوع شنو الحل؟